تسامحهم جميعا مع بعضهم البعض. كتبت قصة بعنوان لن تهزم ما دمت تسامح، وركزت على جميع النقاط من جميع النواحي عن التسامح: التسامح في الأديان، التسامح في الجنسيات، التسامح في اللون، التسامح مع الأصدقاء، التسامح في كل الجهات. وأنا بشكل عام شغوفة بكتابة القصص، مما أدى إلى نجاح قصتي. قصتي كانت عن بنت اسمها سماح، وكانت أمها توفت وكرهت الحياة من عقب أمها، وقامت تشوف الحياة بنظرة غير التسامح. كان كلها كره وحقد لما كرهت حياتها، وعقب علموها الناس شو يعني التسامح، وعرفت معنى اسمها الحقيقي، يعني إن سماح من التسامح. فاصل قصير ومن بعده نعاود. الذين يتابعنا للتو، نحييكم من جديد مشاهدينا الأكارم، ورحبوا معي بالفنانة القديرة الأستاذة فاطمة لوتا، التي تختزن ذاكرة بصرية تمتد إلى بدايات قيام دولة الإمارات، حيث شاركت في عام 1972 في أول معرض تشكيلي يقيم لفنانين من الإمارات في المكتبة الوطنية بدبي. ومن ذلك الوقت ذهبت في مغامرة الفن حتى أقصاها، درست الفن في أكاديمية بغداد الفنون وفي قسم الفنون في الجامعة الأمريكية بواشنطن، واحترفت الفن في إيطاليا منذ عام 1984. طافت أعمالها العالم كله في آسيا وأوروبا والوطن العربي، واختيرت ضمن برنامج الفنان المقيم لشركة ناسداك لدعم الفنانين المحليين، وذلك عبر عرض أعمالهم أمام المارة في سوق الأسهم الأمريكية. نرحب فيك وسعداء بتواجدك معنا في برنامج أبعاد ثقافية. أهلا وسهلا بكم. بداية طبعاً ونحن نتذكر، خاصة حنمر بهذه الأيام العزيزة علينا، الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، نسترجع الأيام الخوالي الجميلة. 72 كان عمرك 15 سنة، كنت طفلة تقريباً يعني، وتشاركين في معرض. شو باقي من هذه الذكريات؟ والله يا عزيزي ما أتذكر، أقول لك حتى يعني يمكن الذاكرة تخونك في سن معينة. يعني أتذكر أشياء مثل الميراج، أتذكر أن نحن حاولنا بتعب أن نسويه، لأن ما كان في أماكن، ما كان، بس بعدين أتاحوا لنا الفرصة نسويه في المكتبة. في المكتبة ما أتذكر أي شيء عن تفاصيله للأسف يعني. حلو، مسيرة حافلة في الفن في دولة الإمارات، شو باقي عندك أو كيف تنظرين الآن للفن من هذه الأيام إلى اليوم؟ مشوار طويل يعني، أنا غبت فترة من الزمن ورجعت لأكتشف كثير من الجديد يقولون يعني، محزنة في بعض الأحيان يعني. أنا في بعض الأحيان صدق تكون عندي إحساس بالحزن، لأن كنت أتمنى أن تكون الساحة بشكل آخر. ساحتنا بدأت وخاصة في السنوات الأخيرة تركض على ما هو يباع ولا ما هو يخلق لفن تشكيلي، لتاريخ نخلقه للفن التشكيلي في الإمارات. ما صار من بيننا حتى حوار للأسف يعني. أنا مثل ما قلت لك قبل، أنت حضرت افتتاح المعرض الأخير، وللأسف ما كان في فنانين. يسعدني جدا الحين قبل شوية شفت حسين شريف، وأنا أعتبر حسين من هو عزيز جدا علي ومن أحسن الفنانين الموجودين في الإمارات، لكن للأسف الساحة متلخبطة. يمكن فترة وتعدي، نتمنى انها تكون فتره وتعدي، نتمنى ان تكون يعني. انا مثلا صارت لي حتى ما اقول انصدمت، لكن يمكن حتى اقدر اقول انصدمت، لان اكتشفت ان كثير من الفنانين، انا ما اقول الامارات بس، حتى في الساحه الخليجيه يرسموا لهم وهم يوقعون على اللوحات، يعني ما ادري شو معناته هذا بصراحه. مثل يعني مثل القصائد الشعريه تشترى، لكن الفن التشكيلي في تصوري غير عقلي. زين يعني الكلمه يمكن الواحد يفكر فيها، لكن الفن التشكيلي فن يطلع من الروح. فكيف الواحد يقول لانسان ثاني
تعال ارسم لي، هذه روح مختلفة عني يعني. صحيح. يعني ما تمثلني مثلا. هذا شيء صدمني جدا يعني، وصدمني كذلك ان يعني ما تعني لهم شيء يعني. في واحدة قالت طيب انا اشتريته يعني، انا دفعت الفلوس للفنان ومن حقي انه وقع عليها يعني. هذا شيء يصدمك. نعم. انت كفنان. نعم. نعم. ان شاء الله اتمنى ان الامور تتغير يعني. لا يعني يمكن النظره هذه شوي جايه من منطلق انك انت عايشه في اوروبا وجاي تعملين مقارنات ما بين مثلا في ايطاليا وما بين هني. نحن نحاول نخلق مدرسه تشكيليه، نحاول نخلق مشاهد للفن التشكيلي. كيف نخدعه من البدايات يعني؟ انا دائما يوم يقولوا لي، قلت لهم انا ابحث اني يعني في كل هذه المعارض اللي قدمتها في دوله الامارات من 2009 يمكن شويه قبل 2009، احاول واتمنى ان يكون في مشاهد يعني، لاني انا اتصور ما له معنى اني اشتغل للاجانب، لان الاجانب هذا شايفينه. اذا انا يسعدني ان في حد من الامارات يتمتع بالفن التشكيلي، ان حد من الامارات يحاول ياخذ ويعطي ويا اللوحه، لكن ما علي، هذا دوري كفنانه ان هذا يخلق في السنوات القادمه من 2009 الى ما اعرف متى يعني، حتى ما حددت لي. حاولت وبصعوبه ان يوم بعد يوم نحاول نخلق هذه الساحه يعني. نعم. طوال مسيرتك المتميزه، طوال تجربتك الطويله، اكيد في ثمه اسئله تشغلك الان. شفتي معارض وشاركتي وسافرتي. سؤالك انت، سؤالك الابدي، شو تسالين سؤالك انت في اتجاه هذا الفن؟ تبحثين عن ماذا؟ انا قبل قلت لك اني ابحث عن مشاهد، وهذه مهمه جدا، بس انا بالنسبه لي الفن هو بحث داخلي شخصي وداخلي يعني، لان في تصوري كل لوحه تفتح لي باب حلو لروحي والاكتشاف روحي حلو والاكتشاف مسيرتي الروحيه. لان لما انت ترسم، انا ما اعرف يعني احساس الفنان هو يرسم لوحه او يشتغل على اي قطعه فنيه، هو دخول، هو مديتيشن، هو تأمل، هو حالة جميلة جدا يعني. فهاي الحالة هي اللي يعني شوية شوية أنا قاعدة أشتغل على نفسي من خلالها يعني. حلو. أنا لفت انتباهي لما حضرت الافتتاح للمعرض مالك شجرة السدرة هذه. سدرة الغافة. الغافة عفوا. مسوت لنا أنت وكأن خطوط بالإضاءة. وكل واحد يدخل يحط بصمته يبصم، وكأنها هي ورقة للشجرة هذه. أنا بصمت على شكل قطرة وكأنها ماء. أوكي. المهم أن تكون شاركت في وضع البصمة. الرؤية الجميلة هذه تجاه هذه فكرة جميلة جدا. أشكرك. دائما أحاول في معارضي أن خاصة في الفترة الأخيرة أن في يكون تفاعل بين المشاهد اللي يشوف المعرض واللوحة أو الانستليشن أو سمى اللي أنت يعني. مثلا مرة حطيت تراب، خليت الصغارية يلعبوا به. أتصور هذا بالنسبة لي أجمل شيء. أو تحط ورق والأطفال يجلسون يرسمون عليه ويحطونه ويعرضونه. مرة سويت، وهذا من المعارض اللي ما بنساها أبدا، بنت النور. هذا المعرض حضرت اللوحات في إيطاليا، أرسلتهم هني. هي كانت لوحات ديجيتال اشتغلت عليهم على الكمبيوتر، وفي الجاليري حطيت بلكسي جلاس شفاف وانطبعا عليه، وفي الافتتاح خليت الاطفال يشتغلون على لوحاتي. حلو. فكان في تفاعل جميل جدا يعني. هم وانت هم وانا هي وبنت النور. وبنت النور وبنت النور. جميل. انا اذكر مره في 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 معرض من المعارض الفنان تشكيلي شو سوى؟ حط عارف الورق هذه، الورقة الحائط هذه، حطنا على الأرض وحط عليها كراسي. فالناس ياو يلسوا على الكراسي يا هو بس وقع على الورقة البيضاء، وكأنكم تصورت جزء من لوحتي. عندك أي تعليق؟ لا ما أقدر أعلق، لأن كل إنسان يقدر يسوي اللي يبغيه بصراحة يعني. بس في تصوري لحظة يعني، هي النقطة مهمة جدا.
الانستليشن او في الفتره الاخيره يعني دائما حتى الفنانين يعرفون نفسهم بانهم فنانين انستليشن ارتست. انزين انا ما اقول انا ويا الانستليشن مب ويا الانستليشن، انا من جايه من اكاديميه العراق، واكاديميه العراق كانت تعطيك شو معنى الخط وكيف انت تمسك حرفه الفن، لان في البدايه لازم تكون عندك حرفه، لان الحرفه هي اللي تاخذك خطوه بخطوه للابداع، لانك اذا ما عرفت تشخبط، انا اقول اذا ما عرفت تشخبط في تصوري ما بتوصل. صحيح. فلا يمكن ان الواحد يقول انا ما درست فن لكن اسوي مفاهيمي، شو معناته يعني؟ حتى المفاهيمي الى قراءته، الى قراءته يعني. نعم طبعا، يعني لازم يكون في انشاءه، لازم يكون الى معناته، معنى المعنى الفلسفي ماله، معنى في نعم في اشياء كثيره يعني. ف اذا هو كان عنده خلفيه فنيه كبيره في البدايه، انا ما اعرف منو هذا الفنان يعني، ما اعرف حتى اسمه لانك ما ذكرته، وهاي الخلفيه تسمح لي اني احط ورقه ويحط عليها كرسي ويقول حق الناس يلسوا وانا بوقع، انا ما عندي مانع، بس انه يكون عنده خلفيه. وهي واضح ان فيها ان فكره جميله عموما، انكم تصرتوا جزء من لوحتي يعني بهالمعنى. ما عليه، لكن اذا انت ما كانت عندك خلفيه في، معناتها انك ما تقدر تسوي لوحه. نعم. ما تقدر تسوي فكره فلسفيه. وايد تسهلوا الموضوع يعني، في وايد من الفنانين اعتبروها مساله سهله. مثل الشعر، حالة الشعر، ما عليه يعني، الرواية. لكن ما تقدر ترمس عن فن الحديث، الشعر الحديث بهاي الصورة، عن كلهم الشعراء لهم فلسفة عميقة فيه يعني. ما أدري جمال، أنا في تصوري الفنان لازم يكون صادق مع نفسه أكيد قبل كل شيء، وبعدين يكون صادق مع الآخرين، لأنك أنت إذا ما درست فن، إذا ما عندك أي خلفية، خلفية معارض، خلفية شخابيط، خلفية على أنا ما تقدر تسوي مفاهيمي وتقول لي أنا فنان مفاهيمي يعني. جميل. الأجانب على فكرة كلهم عندهم خلفية فنية قبل يعني. صحيح. ما حد جاء وحط كرسي وقال أنا فنان يعني. كلهم لهم خلفيتهم في الفن وبعدين سووه. حلو. وإن شاء الله بينتهي، أنا في تصوري له نهاية سريعة يعني. جميل. تنحازين للمرأة في أعمالك؟ هذا اللاوعي مالك يمكن هو ينصر المرأة؟ ابتسمتي لما قلت انحازين للمرأة. لا، انحاز للمرأة لا، هي قصة انحياز، هي قصة امرأة مو بانحياز يعني. من حق المرأة ان حد يعطيها مكانتها، جمالها، قوتها، انوثتها، وكل شيء. المرأة ام، والام هو العطاء يعني، هي العطاء، سوري على الكلمة. فأنا من يوم كنت في بداياتي يعني، كنت فقط أرسم للمرأة يعني. في الثمانيات يوم اشتغلت في البرفورمانس، وأنا ما اشتغلت في البرفورمانس لأني ما كنت أعرف أرسم، لأن تخرجت يعتبروني بورتريت أرتست يعني، كنت أسوي يعني بورتريهات. أنا كان سؤالي هذا الثاني. أوكي. كنت أسوي بورتريهات في جامعة واشنطن في الجامعة الأمريكية، ومنها لما انتقلت إلى إيطاليا وبنصيحتهم، وكلهم اللي يعرفون عني يدرون بهاي القصة، صارت لي فرصة أني أشتغل في البرفورمانس. فما جيت يعني شيء وقلت انا الحين بحط لي خطين وبسوي برفورمانس، لا، بديت ادرس قصص المراه العربيه، متاعبها وصرخاتها والمها وها، فكل هذا تجسدوا في البرفورمانس يعني. وبعدين من هاي البدايات وانا اشتغل عليها يعني، اشتغل عليها قبل كصرخه وحين كحضور. قبل صرخة كانت؟ قبل كانت صرخة جدا فظيعة. ايش معنى صرخة؟ ما، لأن يمكن في فترة الثمانينات كنا بحاجة نحن الفنانين إن نطلع غضبنا للأسف يعني. الغضب يتحول إلى لوحة تشكيلية جميلة يعني؟ لا، مو بجميلة. مش شرط يكون جميلة. أنا في تصوري ما تكون جميلة، لأن تكون تصورك عن الغضب اللي في داخلك. في مرحلة ما
في بداية التسعينات كثير من هاي الأعمال تكسرت، أنا كسرتهم. كسرتيهم؟ هي، لأن قلت مو من حقي. لأن قليلة الغضب كنت فيهم؟ لا 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 أبدا، لأن كان فيها غضب ومو من حقي أنا أني أعطي هذا الغضب للناس. الناس، أنا يعني عندي هاي النقطة وايد حساسة، أقول للفنان عنده قدرة فظيعة أني يعطي طاقة جميلة للمكان، للإنسان، فليش ما نشتغل على هذا؟ يعني ليش أنا مثلاً أعرض غضبي؟ خلنا نعرض جمالنا، نحن بحاجة في الفترة الأخيرة، في هاي الفترة نحن نحتاج أن نغير من طاقة الأرض، والفنان عنده قدرة غريبة وجميلة أن يغير هذا، فليش لا؟ خلنا نشتغل، نترك الغضب في على صوب ونكسره ونبتدي نشتغل على أشياء. هانت عليك أعمالك أنك تكسرينه؟ ما هانت علي، بس كانت فترة جدا صعبة جمال. يعني أنا سؤالي أنا أيضاً يعني هانت عليك أول شيء أعمالك أنك تكسرينه، وبعدين ما شعرتي بالندم؟ أنت هذا جزء منك، من شخصيتك، من تركيبك. ما علي، بس أوكي، أنا وياك، لكن أنا في التسعين، في بداية التسعينات، ألف وبالضبط 90، بدأت رحلتي الروحية. اشرحي لي اياها، رحلتك الروحيه. فهاي الرحله خلتني يوم اشوف اعمالي اقول لا، يعني هاي الاعمال ما بتسوي خير لا فيه ولا في الناس اللي بيشوفونها، فمنها كثير تكسرت يعني. لوحات كانت لوحات وكانت سكلبتشر وكانت اشياء كثيره. سؤالي، لما كسرتيها احتفظتي فيها؟ لا انا ما كسرتها، يعني انا شخصيا اضطريت حد يكسرها. ما قدر، يمكن صدق انه أنا شفتها، لا يعني أنا دخلت المرسم وشفت هاي اللوحات وقلت ما من حقي إني أطلع غضبي بالضبط للناس، وطلبت من أشخاص إنهم يشلونهم يكسرونهم وانتهى الموضوع. هل كسروهم أو يمكن خذوهم احتفظوا فيهم؟ والله ما أدري، لأن أنا واحدة من في إيطاليا قالت لي شفت لوحة من لوحاتك في مكان ما، فأنا قلت لها غريبة منو هذا اللي هذا، فقالت لي عنه يعني. يقول إن هو هذا الشخص يقول له إن فاطمة ما كانت تبغيها فأنا خذيتها. أنا ما أتذكر هاي التفاصيل لأن كأني أنا مثل هذا الكتاب يوم تجلب صفحته نسيته جي يعني. أوكي. وعرض لو حج في معرضة لا يعني؟ في بيته كان. في بيته. كانت في هي كانت اللوحة بيته. يعني بدل ما تتكسر وتنرمي. خذها. تنعرض في البيت، شيء جميل. خذها والله زين. معرضك الأخير شو كنت تبغين تقولين فيه من خلال هذا المعرض؟ عن الغافة. قصة التسامح هذه اللي يعني 2019 هذا ما علي عن ما بشعر، يعني ما كنت أبغى أتكلم عن الغافة كشعر. التسامح، كلمة التسامح أساسا، تسامح مع نفسك في البداية والتسامح مع الآخرين، مسألة جميلة جدا أن انخلقت يعني، فلازم الواحد بصورة أو بأخرى يعطي فيها. ومناسبة العيد الوطني، وكل عام والإمارات وشعب الإمارات بخير، أعطتني فكرة أني أنا أشتغل على الغافة، لأن يعني كانت السيمبل على قولتهم الرمز لهذا التسامح، فاشتغلت عليها تقريبا نفس الغافة مرددة يعني معادة في مجموعة من اللوحات بطريقة مختلفة يعني. في بعض اللوحات تحطين لها مثل الشبك انت الشبكه. انا هاي التكنيك اشتغلت عليه قبل سنتين على صوره، على الصور نعم. هي وبعدين عدت لاني يعطيني ابعاد مختلفه، يعني انت اليوم تشوف اللوحه من بعيد كانك تعيشها، من تتاول اكثر، تدخل فيها بابعاد مختلفه، في كانك تشوفها في ميراج، كانك تشوفها في عدة طبقات للصحراء يعني. جميل، مزيد من الأعمال ومزيد من الألق. الله يسلمك. الله يسلمك. سعداء بتواجدك معنا فاطمة لوتا، مزيد أيضا من النجاح، ونشوفك إن شاء الله يوم عن يوم في معارض أخرى. إن شاء الله. في مكانك هذا الحلو، هذا خلوتك ومكانك يعني. كل الله يسلمك. نتاجاتك. أنت نتاجاتك هنا بس ترسمينها ولا في البيت وتنقلينها هني؟ لا عندي المرسم فوق هني، وأرسم في مرسمي في إيطاليا. في إيطاليا. إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. إن شاء الله مزيد من الألق ومزيد من هذه الأضواء الجميلة، إحنا نشوف كل أنوار إحنا فيها. الحمد لله، الحمد لله، الله ينور عليك وينور على جميعنا. شكرا جزيلا لك، شكرا لك. طبعا بهذا الحوار الشيق
برنامجنا شارف على الانتهاء، ونتمنى إن شاء الله أن تكون الحلقة ممتعة بكل فقراتها. شكرا لكل من أخلص وتواصل مع برنامج